بخصوص درسنا اليوم، كثير منكم أعتقد يرغب بمعرفة كيف يعمل محركات البحث. على سبيل المثال، عندما تقوم بكتابة ضمن المحرك البحث شيء ما، يتم جلب لك نتائج متعلقة بالشيء الذي قمت ببحثها. في درسنا اليوم سوف أقوم بشرح لكم كيفية إنشاء صندوق البحث ضمن موقعك، ومن ثم ربطها بقاعدة بيانات خاص بك لجلب لك النتائج من القاعدة بيانات خاص بك التي يحتوي على البيانات. سوف ندخل لدرسنا اليوم لكي أعطيكم مثال. لنفترض ضمن موقع يتواجد حقل يمكن للمستخدم بكتابة نص، وبجانبها زر عندما يتم نقر عليه يتم بحث عن الشيء الذي قام المستخدم بكتابته ضمن أحد جداول التي تتواجد في قاعدة بيانات خاص بنا. لنفترض لدينا فورم ضمن موقعنا، طريقة إرسال سوف أقوم باستخدام طريقة إرسال جيت، ولدينا إنبوت من نوع نصي سوف أسميه على سبيل المثال سيرش، قم بالتحديد بنفسك. سوف يكون النتيجة بشكل التالي، سوف أقوم بتزويده بميزة بليس هولدر، سوف أقوم بكتابة أين سرابية على سبيل المثال سيرش، قم بالتحديد بنفسك. ولنفترض لدينا زر من نوع سوبميت على سبيل المثال، سوف أقوم بكتابة النص التالي ضمنها، سوف يكون النتيجة بشكل التالي، قم بتحديد بنفسك الشكل الزر والنص اللي سرابية تم عرضه هنا. سوف أقوم بتزويدها باسم على سبيل المثال سوف أسميها button search. من خلال ال PHP في البداية نقوم باتصال بقاعدة بيانات، ثم نقوم بإنشاء جملة شرطية في statement، وهنا نقوم بوضع الشرط، نقول في حال تم نقر على الزر التالي من نوع submit وتم إرسال بيانات form بنجاح إلى server، لقيام ذلك نقوم بالتحديد فريق من نوع طريقة إرسال، في مثال حال نقوم باستخدام جيت، ثم نقوم بوضع هنا الاسم الزر، ونقوم بوضع يوم نرغب بأن يتم تنفيذها. نحن نرغب في البداية بإنشاء فريق ضمن نقوم بالتخزين اللي هو من SQL، سوف نسمي الاسم فريق على سبيل المثال search، قم بتحديد بنفسك الاسم فريق يساوي اتصال بقاعدة بيانات خاص بنا، قم باتصال بقاعدة بيانات خاص بك، وسوف أقوم بتزويده بأوبجكت prepare لكي نتمكن من كتابة أوامر SQL لتنفيذها على قاعدة بيانات خاص بنا، ثم أرغب بأن يتم تنفيذ الأوامر SQL التي تم كتابتها هنا على قاعدة بيانات خاص بنا. هنا نقوم بكتابة select ثم الاسم العمدة أو جميع العمدة from فراغ. هنا نقوم بالتحديد الاسم الجذب الذي يتواجد في قاعدة بيانات خاص بنا يحتوي على البيانات وترغب بأن يتم جلب نتائج حسب البيانات التي تتواجد ضمن ذلك الجدول عندما يقوم الشخص ما ببحث عن شيء. لنفترض في مثال حالي لدي جدول تالي يحتوي على بعض البيانات، إذا سوف أقوم بتحديدها. المهم أن تفهم الفكرة، تقوم بتحديد جدول فراغ، ثم تقوم بوضع الأمر where إنشاء جملة شرطية where، ثم تقوم بتحديد حسب بيانات أي عمود ترغب به يتم جلب النتائج عندما يقوم المستخدم بكتابة شيء ما هنا. لنفترض أرغب به يتم بحث في بيانات التي تتواجد ضمن العمود يسمى name في مثالنا حالي، إذا نقوم بتحديدها اسم العمود ثم فراغ، ثم نقوم بكتابة الأمر like فراغ، ثم لكي نتجنب من كتابة أوامر الـ PHP ضمن أوامر SQL سوف أقوم بوضع هذا الشكل خاص، ثم أقوم بتحديد اسم على سبيل المثال value، قم بتحديد بنفسك الاسم التالي. في البداية نقوم بإنشاء فريابل سوف أسميه على سبيل المثال search value قيمة البحث، قم بتحديد بنفسك الاسم فريابل يساوي القيمة التي قام المستخدم بإرسالها من خلال الانبوت التالي للسيرفر. ولكن قبل كل شيء نقوم بتحديد نوعية البحث، نحن نرغب بأن يتم بحث عن القيمة التي قام المستخدم نستخدم بوضعها ضمن الحقل البحث، ويتم بحث في العمود الذي نقوم بتحديدها على قيمة يتشابه مع ذلك قيمة أو يحتوي على ذلك أجزاء من القيم التي قام نستخدم بوضعها. للقيام بذلك نقوم بإنشاء هذا الرمز ضمن اقتباس نصي، نقول زائد القيمة التي قام المستخدم بإرسالها، في مثال حالة تم إرسال بيانات من خلال طريقة جيت عبر الرسم التالي، زائد من جديد ذلك الشكل الخاص، ثم لكي نتمكن من تحديد القيمة التي نرغب بها بدل القيمة الثانية نقوم بتحديد الفاريبل التالي الذي يتم تخزينه ضمن أوامر SQL، ونقوم بتزويدها بأوبجكت يسمى بين parent، ونقوم بتحديد ذلك الاسم فاصلا، ثم نقوم بتحديد بأي قيمة نرغب باستبدالها. نحن نرغب بأن يتم استبدالها بقيمة التي تملكها الفاريبل التالي. وإن كنت ترغب بأن يتم بحث في أكثر من عمود على القيمة التي يقوم المستخدم بوضعها ضمن الحقل البحث، كل ما عليك بعد وضع الشرط الأول بوضع الأمر OR فراغ، ثم من جديد تقوم بتحديد الاسم العمود الآخر، في مثال حال لنفترض عمود country، وإن كنت ترغب بمزيد نفس الشيء على سبيل المثال عمود password.
فقط مثال، أفهم الفكرة وقم بتطبيقها حسب الجدول الذي تواجد لديك. أنا بعدما يتم تنفيذ الأوامر الـ SQL التالية، سوف يتم جلب لنا النتائج في حال تم إيجاد نتائج تتطابق مع الشيء اللي سقامنا نستخدم ببحثنا. أنا أرغب بأن يتم عرض تلك النتائج على صفحة سار في الموقع في مكان الذي أقوم بتحديدها. للقيام بذلك نقوم بإنشاء في البداية فوريش لوب، ونقوم بتحديد فريابل الذي من خلاله يتم جلب البيانات من قاعدة بيانات فراغ، ثم نقوم بكتابة رامر أصل فراغ، ثم نقوم بإنشاء فريابل لنفترض أرغب بتسميتها داتا. سوف يتم تخزين القيمة التي تملكها الفريابل التالي ضمن الفريابل التالي بصيغة أري، وهنا نقوم بالتحديد ماذا نرغب بقيام بجميع الأصول من البيانات الذي يقوم بجلب لنا أثناء البحث. لنفترض أرغب بأن يتم طبع على سبيل المثال البيانات التي تملكه العمود النيم، لنفترض من خلال العنصر H1 أو أي عنصر آخر قم بالتحديد بنفسك. نقول زائد قم بعرض لنا القيمة التي تملكها الفريابل التالي من العمود اللي يسمى النيم، ونقوم بإغلاق العنصر. أنا فقط أعطيكم مثال، وأرى أيضا بأن يتم عرض على سبيل المثال دولة من خلال العنصر paragraph أو أي عنصر آخر تقوم بتحديدها. أنت الحر في الاختيار. وأرى بأن يتم عرض على سبيل المثال بيانات العمر، قم بتحديد بنفسك أي بيانات ترغب بأن يتم عرضها للدين باستخدام حسب المحتوى والجدول الذي تواجد لديك. لنقوم الآن بالتجربة، سوف أقوم بوضع هنا أي شيء على سبيل المثال كودر قام بها عرض لنا خطأ التالي. لنشاهد ما هو الخطأ الذي قمت بارتكابها. 16-17 أين هي؟ 16-17 كونتري، نعم بالفعل أحرف صغيرة والكبيرة حساسة جدا، لذلك دائما قم بكتابتها بشكل صحيح. مثل ما تشاهد لنبحث على سبيل المثال عن حرف A يتواجد في أكثر من سطر من البيانات. لنشاهد هل سوف يقوم بجلب لنا. مثل ما تشاهد نعم هذا هو كل شيء. بهذه الطريقة يعمل البحث. بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإنشاء صندوق البحث عن نتائج ضمن موقعك. بالنسبة للتصميم إلى صندوق البحث، لنقوم بإضافة بعض قوالب البوتستراب لنشاهد خلال دقيقة كيف يمكننا أن نقوم بإنشاء صندوق باحترافي. نتجه إلى الموقع بوتستراب. قمت بشرح لكم أفضل دورة عربية لتعلم بوتستراب على قناتنا مجانا، قم بمتابعتها إن لم تتابع بعد. نقوم بربط البوتستراب بملف البيش بي خاص بنا بوتستراب css، وثم نقوم بتزويد الانبوت بكلاس يسمى form control. سوف أقوم بتزويدها بالميز يسمى style لكي نقوم بكتابة أوامر css. سوف أقوم بتحديد الخاصية يسمى display مع قيمة inline block وايضا width، ونقوم بتحديد العرض الانبوت على سبيل المثال يرغب بأن يكون 300 بيكس. قم بتحديد بنفسك. أنا سوف أقوم بإضافة بعض كلاسات بوتستراب لتصميم الأزرار. يمكنك أن تقوم بتحديد الشكل الزر مثل ما ترغب به عبر إضافة زر الاسم الكلاسات بوتستراب. أنا قمت بإضافة هذا الاسم كلاس لحصول على الشكل التالي. قم بتحديد بنفسك أي شكل مثل ما تشاهد مجمريا. بالنسبة للنتائج لنفترض أرغب بأن يتم عرض النتائج التالية من خلال كروت البوتستراب. نتجه إلى كرت الذي نرغب من خلاله بعرض البيانات. قم بتحديد بنفسك. أنا سوف أقوم بتحديد كرت عشوائي. لنفترض أرغب بأن يتم عرض النتائج عبر الكرت التالي Danger أين هو؟ هنا نقوم بلصق القالب. هنا نقول Echo ضمن اقتباس النص التالي. نقوم بلصق القالب وحذف النصوص التي تواجد مع نص الـ HTML، ونقوم بتحديد بنفسنا ماذا نرغب بأن يتم عرضها. لنفترض أرغب بأن يتم عرض ضمن العنصر التالي القيمة التي تواجد ضمن العمود التالي، وضمن العنصر التالي أرغب بأن يتم عرض القيمة التي تواجد ضمن العمود التالي، وضمن العنصر التالي أرغب بأن يتم عرض القيمة التي تواجد ضمن العمود التالي. لنشاهد النتيجة الآن. مثل ما تشاهد سوف أقوم ببحث عن شيء آخر. مثل ما تشاهد أتمنى أن يكون درس اليوم واضح بالنسبة لكم، وتعلمتم كيفية إنشاء صندوق للبحث عن البيانات التي تواجد في أحد جداول لديك في قاعدة بيانات. لا تنسوا تقوم بنسخ رابط قناتنا ومشاركة رابط درس اليوم مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم مزيد. شكرا لكم على المشاهدة. إلى اللقاء.